اهلا بكم الى نشره الاخبار من قناه سما، والبدايه بالعناوين. السوريون يحتفلون بعيد الميلاد المجيد، صلوات وقداديس ودعوات ليعم الخير والسلام والامان بلدنا وتزول عنه الشده. لليوم الرابع على التوالي، أهالي ريف دير الزور الغربي يواصلون احتجاجاتهم ضد ميليشيا قسد. بتكلفة 8 مليارات ليرة، المهندس عرنوس يضع مشروع إرواء بلدة خناصر وما حولها في حلب بالخدمة. أهلا بكم من جديد. احتفل السوريون بعيد الميلاد المجيد، عيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، بإقامة القداديس والصلوات في الكنائس وأماكن العبادة بعدد من المحافظات. وأشار الوعاظ إلى معاني الميلاد السامية والكبيرة وقيمه التي تدعو إلى المحبة والخير والسلام والدعاء لتكون أيام سوريا القادمة أفضل، مؤكدين أننا وبفضل شهداء الجيش العربي السوري الباسل الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة نحيا أحرارا على ثرى وطننا المقدس. كل عام وانتم بخير، وان شاء الله بنعاد على الجميع وعلى الوطن بألف خير. والحقيقه اليوم اكتملت فرحتنا اكبر باستضافه عدد حوالي بين 75 و100 طفل من ابنائنا الشهداء. ميري كريسمس للكل، ولأنا كثير انبسطت وفرحت. بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أقيم في كاتدرائية سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك في حارة الزيتون بدمشق، أقيم قداس ترأسه غبطة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي. أشار العبسي إلى المعاني السامية للعيد المجيد وإلى أهمية أن نشعر بما يعيشه بعض البشر من آلام وأحزان، وأن نعمل على مواساتهم ومساعدتهم. أطالب البطريرك العبسي برفع العقوبات والحصار الجائر عن سوريا، ودعا العبسي في ختام كلمته الله تعالى أن يعيد الأمان والاستقرار إلى سوريا ويحفظ شعبها وجيشها البطل وقائدها، وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى. في إطار احتفالات الطوائف المسيحية في سوريا بعيد الميلاد المجيد، عيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، أقيم في كنيسة مار أنطونيوس المطرانية المارونية بدمشق قداس ترأسه الأب مارون توما. في كنيسة السيدة فاطمة للسريان الكاثوليك ترأس المطران مار يوحنا جهاد بطاح رئيس أساقفة دمشق للسريان الكاثوليك قداس العيد. وأشار المطران بطاح في عظته إلى أن السوريين صمدوا بفضل تمسكهم بانتمائهم لبلدهم رغم الألم والصعوبات والحصار الجائر المفروض عليهم. في محافظة الحسكة، أقامت كنيسة ماري يعقوب للسريان الأرثوذكس قداسا دينيا ورسيتالا ميلاديا بعنوان نجمة الميلاد تحت رعاية نيافة المطران ماموريس عمسيح. لا الاحتلال ولا قطع المياه ولا الظروف الاقتصادية الخانقة تقف أمام أحياء الطوائف المسيحية في الحسكة عيد الميلاد الذي احتفت به كاتدرائية مار جورجوس للسريان الأرثوذكس بأجواء من الفرح والأمل بتجاوز كل الصعاب والمحن.
التي تعيشها البلاد. انتهى حرب الإرهاب، الآن بدأ حرب الاقتصاد، ولكن نحن صامدون واقفون متجذرون في أرضنا، ولا خوف على الشعب السوري في كل الظروف. القاهرة مع الاحتلال الأمريكي، مع الاحتلال التركي، مع كل المشاكل والصعاب التي نمر بها، وخاصة 50 يوم بدون ماء، ولكن نحن صامدون. عندما ولد المسيح كانت البشرية مرهقة ومثقلة بالخطايا والآلام والاحتلال والتعب، فاليوم نعيش نفس هذه الظروف، ولكن ميلاد يسوع كان نقطة ضوء، كان ضوءا ونورا عظيما للعالم. فاليوم نؤمن بأن ميلاد يسوع المسيح من جديد هو نور لهذه البلاد المعذبة منذ سنوات، وهي أمل جديد إن شاء الله بالخلاص. ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها محافظتنا، محافظة الحسكة، وخوف من الاجتياح وقطع المياه والظروف الصعبة والغلاء، إلا أننا نعيش أفراح الميلاد الذي فيه نعايد بعضنا البعض، متمنين أن تكون هذه الأيام القادمة وفي العام الجديد أياما مليئة بالفرح والسلام والأمن والأمان. ولا تغيب أمنيات المصلين بتجاوز هذه الأيام الصعبة التي تعيشها البلاد نحو الانفراج الاقتصادي والأمن والأمان. بدنا نعيد كل الشعب السوري، وبدنا نقول ميلاد مجيد لكل الطوائف، ويكون بلدنا بخير ورئيسنا بخير. يسحب هذه الغيمة السوداء عن بلادنا ويبسط فيها السلام، وكل عام انتم بخير، وان شاء الله تضل سوريا بخير. الله يجعله هيك ايام حلوه علينا كلياتنا، وان شاء الله تكون الايام حلوه للجميع، والله يشيل هالغمام السوداء عن سوريا كلياتنا. اتمنى السنه الجايه تكون افضل، يعني النفوس ترتاح والبال يرتاح تبع الشعب، والحمد لله العيد موجود رغم كل شيء، نحن مستمرين الحمد لله. الله يعم السلام في البلد وعلى سوريا كلها، ونعاد عليكم بالخير وسلامه وعلى هالبلد الحلوه، والله يخليكن يا رب، وسنة سعيدة عليكن، ميلاد مجيد يا رب. كل عام وانتم بخير، وبلد سوريا بخير، ورئيسنا بخير، كلكم سالمين. طقوس ميلادية مميزة تعيشها الحسكة في تجسيد لإرادة الحياة والتغلب على كل الظروف والمصاعب، بشعار المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وللناس المسرة. أيهم مرعي لقناة سما، مدينة الحسكة. في بيروت دعا الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي معن بشور إلى تشكيل لجان على المستوى العربي والقيام بحملة عالمية لإسقاط الحصار الغربي المفروض على سوريا. أقال بشور في بيان إنه سيتم تنظيم ملتقى في 22 من شباط المقبل للتضامن مع سوريا في مواجهة ما تتعرض له من حرب وحصار واحتلال، التعريف بمعاناة الشعب السوري أمام الرأي العام العالمي، لافتا إلى أنه يتم الإعداد لتشكيل لجان لنصرة سوريا، كما تجري اتصالات مع الأحزاب والنقابات والجمعيات الفاعلة في مختلف الدول من أجل دعوتها للتحرك والوقوف إلى جانب الشعب السوري وقواته المسلحة وقيادته الوطنية. استهدف إرهابيون بقصف مدفعي وصاروخي مواقع للجيش العربي السوري انطلاقا من منطقة خفض التصعيد في الشمال الغربي لسوريا، استدعى ردا كاسحا من قبل الوحدات العسكرية العاملة هناك. وحسب ما ورد فإن الجيش دك مواقع للنصرة وأخواتها في محيط قرية خربة الناقوس بريف حمال غربي. أفاد مصدر ميداني غير رسمي بريف حلب أن إرهابي مجموعة أنصار التوحيد الإرهابية حاولوا الاعتداء على مواقع للجيش على محوري حزارين والملاجة بريف إدلب الجنوبية برجمات الصواريخ، كما أن إرهابي ما تسمى غرفة عمليات الفتح المبين استهدفوا أيضا مواقع عسكرية على جبهة عاج الغربية حلب بعددا من قذائف الهاون. تواصلت لليوم الرابع على التوالي احتجاجات الأهالي في ريف دير الزور الغربي على ممارسات ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي، مطالبين بطردها من مناطقهم. ذكرت مصادر أهلية أن أهالي بلدتي الكبر والكسرة خرجوا بمظاهرات قطعوا خلالها الطرقات بالإطارات المشتعلة، ورددوا هتافات ضد ميليشيا قسد وما يسمى قائد مجلس دير الزور العسكرية التابع للميليشيا.
تتسع رقعة الاحتجاجات المطالبة بطرد المحتل الأمريكي وأدواته من قسد وغيرها، لينضم أهالي بلدات الكسرى والصعوة بالإضافة لقريتي الجيعة والحصان للاحتجاجات التي انطلقت منذ 4 أيام في بلدة حوائج المصعى، والذين خرجوا بمظاهرة قطعوا خلالها الطرقات بالإطارات المشتعلة ونددوا بممارسات قسد، إلا أن مسلحي الميليشيا أطلقوا الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين. ريف دير الزور الغربي يشهد مظاهرات شعبية متواصلة احتجاجاً على إمعان ميليشيا قسد المدعومة من الاحتلال الأمريكي في التنكيل بالأهالي وحصار عدد من القرى والبلدات واختطاف عشرات الشبان واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة مقدرات وثروات منطقة الجزيرة. رد أهالي قرى ريف دير الزور جاء بأن أحرقوا سيارتين لميليشيا قسد بالقرب من دوار بلدة الحصان وهاجموا مقرات تابعة لها في بلدة الكسرة وجنينة ومحيمدة والصعوة والكبر وغيرها من القرى والبلدات التي تلوعت بانتهاكات وجرائم قسد والمحتل الأمريكي. العشائر العربية في الجزيرة السورية شكلت مقاومة شعبية لحماية قراهم وبلداتهم من تلك الجرائم التي ترتكبها عصابات قسد ومن خلفهم المحتل الأمريكي، لتبدأ المقاومة الشعبية باستهداف مقرات قسد المتمركزة في عدد من المدارس، فيما سيطر المتظاهرون على عدد من المقرات التابعة لها في قريتي الجيعة والحصان بريف دير الزور الغربي، مع تأكيدهم عدم الخروج منها لحين تحقيق مطالبهم بحل مجلس دير الزور أو خروج قسد من كامل المناطق التي يحتلونها. ومع استمرار الهدوء الحذر في الشمال والشمال الشرقي لسوريا، استهدفت مدفعية النظام التركي مواقع لميليشيات قسد خاصة في محافظة الحسكة. في التفاصيل، قصفت طائرات مسيرة تركية نقطة لقسد على مفرق قرية طويل بريف القامشلي وأخرى في قرية سبأ وبالقرب من سد مزكفة بريف القحطانية شمال شرقي الحسكة. استهدفت المدفعية التركية بقذائف الهاون مواقع قسد في قرية الكوزلية بريف تلتمر شمال مدينة الحسكة وفي محيط قريتي قرموغ، بالإضافة لاستهداف مواقع أخرى شرقية عين العرب بريف حلب الشرقي. تسلمت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة 17 خزانة مياه مقدمة من المجلس النرويجي للاجئين، وذلك في إطار مساعيها لتأمين مياه الشرب للأهالي بظل استمرار الاحتلال التركي ومرتزقته بقطع مياه الشرب عن أهالي الحسكة وريفها. أبين المدير العام لمؤسسة المياه المهندس محمود العجلة في تصريح لوكالة سانا أن المؤسسة استلمت 17 خزانة مياه سعة كل واحد 25 برميلاً خصصتها للأحياء الجنوبية لمدينة الحسكة، تحديدا في الأماكن التي لا يوجد فيها خزانات. تعمل مؤسسة مياه الحسكة حاليا على تأمين مياه الشرب لأبناء المدينة بالتعاون مع المنظمات الدولية والهلال الأحمر العربي السوري عبر تعبئة الخزانات بشكل يومي من الصهاريج المخصصة لنقل المياه من المناهل التابعة للمؤسسة أو المناهل الخاصة التي تشرف عليها. تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحيانا، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، البحر خفيف ارتفاع الموج. وغدا يستمر الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحيانا مع هطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية العالية، فيما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل.
وضع رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مشروع إرواء بلدة خناصر وما حولها في محافظة حلب بالخدمة. أفادت مراسلة قناة سما أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 8 مليارات ليرة. كذلك شارك المهندس عرنوس الفنيين والعمال وأهالي المنطقة بوضع المرحلة الأولى من مشروع إرواء قرى جب غبش السين في ريف حلب الشرقي بالخدمة بكلفة إجمالية تجاوزت 5 مليارات ليرة سورية. ويهدف المشروع لتأمين مصدر ثابت وآمن لمياه الشرب في 26 قرية بالمرحلة الأولى للمشروع و24 قرية في المرحلة الثانية. بالتزامن مع الذكرى 6 لانتصار حلب، وضع رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس عددا من المشاريع الحيوية المهمة في محافظة حلب بالخدمة، شملت مشروع إرواء بلدة خناصر والقرى المحيطة بها والمرحلة الأولى من مشروع إرواء قرى جب غبشة السين وافتتاح مركز صلاح الدين الصحي. اليوم نحن هلق في مركز صلاح الدين. هذا المركز للأسف كان إحدى ضحايا الإرهاب وتخريب هذا المركز. عندما تم التفكير بإعادة المركز لم يفكر بإعادته كما كان بالماضي. كلنا نعرف أنه هذا المركز كان من طابق واحد. اليوم ما بتشوفوا هذا مركز متطور يرقى تقريبا المرتبة العالمية للمراكز الصحية، حيث يشمل كل الاختصاصات. يهدف مشروع إرواء بلدة خناصر وما حولها والذي تبلغ كلفته الإجمالية 8 مليارات ليرة سورية إلى تأمين مصدر مائي ثابت وآمن لبلدة خناصر عبر استجرار مياه الفرات إليها. الشركة قامت بتنفيذ المشروع إرواء بلدة خناصر والقرى المحيطة بها، قامت بتنفيذ شبكة الري ضمن البلدة. بيّن عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق محمد العقاد أن الهدف من قرار إيقاف تصدير مادة البطاطا خلال فتة ممتدة من الأول من كانون الثاني القادم ولغاية 31 من آذار من العام القادم هو توفير المادة للسوق المحلية وعدم اللجوء لاستيرادها من الخارج. أشار العقاد إلى أن إنتاج العروة الربيعية الحالية للبطاطا يغطي حاجة السوق المحلية فقط وليس هناك فائض في الإنتاج يسمح بتصدير المادة، موضحا أنه لو تم السماح بتصدير العروة الحالية لكان تأثر سعر المادة في السوق وشهد ارتفاعا نتيجة قلة توافرها، مؤكدا أن إنتاج العروة الحالية لمادة البطاطا يختلف عن إنتاج العروة الصيفية وهو أقل بنسبة 50% تقريبا عن إنتاج العروة الصيفية. أصدرت لجنة المحروقات في محافظة اللاذقية قرارا يقضي بتزويد السيارات التي تنقل الحمضيات بمادة المازوت الحر. أبين رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية أديب محفوظ لصحف محلية أن الهدف من تزويد سيارات نقل الحمضيات بالمازوت الحر الذي يعد أقرب إلى المدعوم هو التخفيف من وطأة أزمة المحروقات على أصحاب السيارات، وكذلك التخفيف من كلفة نقل مادة الحمضيات إلى أسواق المحافظات الداخلية. كما بيّن أنه تم توزيع 4 طلبات مازوت بالسعر الحر للسيارات عبر محطات وقود قريبة من سوق الهال في كل من مدينتي اللاذقية وجبلة، حيث تم توزيع 2 طلبات لكل سوق هال. أفيما يخص سيارات نقل الحمضيات للمحافظات الداخلية، أكد محفوظ أنه يتم تزويدها بالمازوت بناء على طول المسافة التي ستقطعها واستطاعة محركها. تدرس مديرية سياحة اللاذقية منح قروض ل7 مشاريع سياحية متعثرة في اللاذقية أصلت نسب الإنجاز فيها إلى 70%. وبيّن مدير سياحة اللاذقية المهندس فادي نظام أنه سيتم تقديم التسهيلات الائتمانية لأصحاب المشاريع لمساعدتهم في استكمال العمل. حول آلية منح القروض وقيمتها بيّن نظام أنه سيتم وفق الآلية المعتمدة بمنح القروض للمشاريع المتعثرة التي يقدم صاحبها دراسة جدوى اقتصادية للمشروع مع إبداء جدية المستثمر باستكمال الاستثمار، موضحا أنه يحق للمشاريع المتعثرة بنسب إنجاز 50% فما فوق التقدم بطلب الحصول على قروض مع عدم وجود سقف محدد
للقروض. بدأ مجلس مدينة جبلة في محافظة اللاذقية تنفيذ مشروع تركيب أجهزة الإنارة بالطاقة الشمسية في منطقة المتحلق الشرقي ضمن المدينة، وذلك استكمالا لمشروع إنارة جبلة كليا. وأوضح رئيس مجلس المدينة المهندس أحمد قناديل أن المشروع تبلغ قيمته 250 مليون ليرة سورية، بهدف توريد وتركيب 40 جهاز إنارة بالطاقة الشمسية. وأشار قناديل إلى أن الورشات بدأت تركيب أجهزة الإنارة على أوتستراد المتحلق الشرقي كمرحلة أولى من الجهة الغربية، بدءا من تقاطع المتحلق مع الشارع العريض حتى تقاطع المتحلق مع دوار الفيض. ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية DWX خلال عام 2022 إلى أعلى قيمة له منذ انطلاق السوق لتتجاوز 30 ألف نقطة، فيما أغلق مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة DLX على قيمة تقارب 4600 نقطة. هذا وبلغت قيم تداولات السوق خلال العام 2022 ما يقارب 100 مليار ليرة سورية، منها حوالي 38 مليار ليرة سورية صفقات ضخمة، كما تجاوز حجم التداول 54 مليون سهم، منها 21 مليون سهم صفقات ضخمة. هذا وارتفعت القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة تريليون ليرة سورية. وبالمقابل تصدر قطاع المصارف التداولات بنسبة تداول تتجاوز 85% من القيمة الإجمالية للتداول، تلاه قطاع التأمين بنسبة 8% من القيمة الإجمالية للتداول. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.